الو الو، شخباركم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله اموركم كلها بخير وعلى خير. هكا كنا جالسين في المطعم، قلت لناش لما ندير لكم فلوج سريع خفيف، خليكم دائما معايا. اليوم كنا في الدار، صراحه ما طيبش الغداء ومحتارين شنو غادي ناكلو. قلت لي ناكلو كي اف سي ولا شي حاجه. صراحه ملينا من القليان والفاست فود. قلنا علاش لا ما نجربوش اكل هندي. هندي ولا باكستاني؟ هندي. او جينا لهذا المطعم هنا يقرب لينا، قلنا نجربوا اكل هندي نشوفوا كيفاش غادي يكون. لا ديجا انا كاينه شي اصناف، ولكن ما كناكلوش بزاف، يعني قليل مرات هكا حارب. هما كيديروا الحار بزاف، اغلبيه ماكلتهم حاره، داكشي علاش كنتفاداو على قبل الدراري الصغار. ما قلنا اليوم علاش لا نبدلوا الطعمه ونجربوا. يلا خليكم معنا وان شاء الله يعجبكم الفيديو. خفيف ظريف صح. البنات راه ملهيين، دايرين اليوم هنايا واحد الوريقات فيهم العاب هكا بحال السودوكو. وهذه الميز شنو هي العربيه؟ هذه انا نوريها لكم، حيت والله ما عرفتها بالعربيه شنو هي. متاهه تقريبا. حيت ايضا كتقولها الميز، صافي عرفتها سميتها الميز، بس بالعربيه الصراحه ما كنعرفش سميتها. ايوا هادشي اللي كاين. باقي عندنا الجو سخون، هاولي نتالي وي واخا جالسين في المطعم، حاسه شويه بالصهد. هاي هي هذه الميز. حيت انا كتكتب ام، شنو عم تعملي تانا؟ ام ايتن عملتي الميز ولا بعد؟ شومي جود جوب بوي. اعطيني الورقه ماما. وصلات ياك. هلا هي زعبرت هون شوي على فكره، حتى هون طلعت فوق هاي. لا هي هو هذا نفس الخط هون صح. تحت بس هون مشيت صح 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 صح. هون هي هون اختصر في الطريق، بدي تجيبه على البيت. هي لازم تنزلها على الوردة. برافو جود جوب يا بوب. يلا كملي وشو قاس شامل بابا. واو ام What is this? كوفي. حاطين قهوة، صبرنا قهوة. I think هاي مامي قالت لكم شوفوا الويندو الشرب، ولكن عاكس ما كيبانش مزيان شباك. هذا راه مصايبينو من الماكلة. هذا هوت دوغ ياك، وهذا التوست. انا هلا انتبهت على فكره. مامي رديجه دي مقله. نعم مامي. شو تاب تاب كاب 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 تاب فون هذا التاب. انا شو نرجع البيت، شو نرجع البيت. Again. Yeah, high five. Yeah. One more time. Good job. Mommy, high five. I did the maze again. Yes, because I don't know which one exactly. Can you show me? The which type of fries? It's picture. I don't know. Yani. Also, it's a mix of some. Eat, yeah. Just white rice. White rice and ghee rice. Okay. Ghee rice means this rice, or no chicken, only rice. And yes, there is any.
spices in there. What? Cucumber? Okay. Shungi. Yes, we need two roti. Two roti? Ah, and there is any pasta available? Noodles? Because we need something for kids without spice. Without spicy, without noodles, sir. Normal noodles without spicy. وباركم حنا الوحيد اللي عرب. هو جاكي مسحوق. حنا الوحيد اللي عرب. لا بلوكا كلهم صح؟ كاينش واحد بالك عربي. كلهم هنود هناك. حنا الوحيد اللي كنجربوا الغرائب والعجائب. حتى هو اصلا جابنا الماني كنجلسوا نتسولوا شنو هي هذه مناش كتكون باش نعرفوا بعدا شنو غادي ناكلوا على القليله نعرفوا شنو غادي ياكلوا. كنا بغينا نطلبوا برياني برياني ساله لعلو ديجا راه الوقت متاخر شحال ساعه دابا 9:30 يلا كنتغداو ها بس نوضح هذه المساله راه يلا كنتغداو 9:30 وعليكم السلام 9:30 فالبرياني سالة البرياني ولي كنعرفوه أكثر وجبة أنا يعني كنعرفوها لقينا سالة فبغينا ضروري الرز حيت الدراري كيبغيو ياكلوا الرايز عنده حد سوية غريبة قلنا ليه شنو هو بعدا بس كيفاش معمول مهم ما حارش قالنا ما حارش قلنا ليه صافي جيبوها نجربوا ونشوفوا معك كيفاش غادي يكون وموتون كراهي ياك موتون كراهي و... تكة مصالة صح؟ تكة مصالة وخطينا الدراري الدجاج خطينا الدريات دجاج مشوي هذا حيت عارفينه مشوي كنا الشيء الوحيد اللي معروف صافي سمن سمن يا سمن معمولة من السمن؟ لا زيت رز مخلوط مع سمن ما تكي غيكون حلا مقلي غادي نبدا بالموطون كراهي ونخلطو مع الرز بدا كيدخل معايا الحار بدك تدخل معايا الحار خاصنا نديرو تحدي انا وياه على الحار هو كيتحمل الحار اكثر مني خلينا ندوق هذاك الخبز هذا الخبز ديالو كيعجبني الصراحه زوين ناكلو مع الحمص يبرد شويه هذا حار سبايسي This one This one This? Yeah لبن بالبرد مديرين هادي حل لبن لبن روب باش يحيد عليك الحرورية خفف عليك لكن وقت الصراحة الماكلة بنينة يعني البهارات زوينة هذا شكل بعد ال بعد ما خلصنا بيفور وافتر بيفور وافتر بعد ما كملنا
البنات المساكن عم ياكلوا الخبز ما بغاوش ياكلوا حتى هذا تشيكن الجريل تشيكن اصلا راه خدينا تيك اواي توا حار يعني قلنا لي ما يكونش حار قال لك هذا راه ماشي حار يعني الناس كيتبوا الحار نحنا بنحب الحار راه العذاب الاليم اش غنقول لكم زعما الحار المشكله انك كيخليك تاكل يعني كيفتح لك الشهيه انا وتريدوني شدك الكاميرا عم نداك نكونوا شبشبين خير اليوم اليوم كلينا على ذوق سي محمد ياك سي محمد ياك لالا ياك لالا محمد نجار كتعرفكم عليه ايضا ايوا هو اللي بغى الحار هو حار بس طيب لبنين الصراحه غير هو حار يعني بلا مقاس حلقه ديا زعما الله يطيب الطابخ ايوا هادشي اللي كاين هذا هو البلوك ديالنا ديال اليوم ان شاء الله يكون خفيف ظريف ما تنساوناش اللايك والسبسكرايب والشير الى عجبكم الفيديو وحتى تشوفونا فيديو جديد باي 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 باي